السلام عليكم. واحد التونسية تدير واحد المقارنة واعرة بين يعني الأعراس المغربية والأكلات المغربية في وسط العرس، وبطبيعة الحال الأكلات والأعراس الجزائرية وبين الأكلات والأعراس التونسية. غادي نستمعوا لهاد السيدة هادي، وصراحة العرس المغربي راه مالوش مثيل كيف تيقولوا المصريين. يلا نصنتوا لها. الو، عسلامتكم مرة أخرى. عاد نحكيو على جو العريس وعلى الصيافي في تونس. عاد تو نحب نقارن بين الأعراس. أنا حضرت بصراحة الأعراس المغاربية الكل، حضرت العرس المغربي، العرس الجزائري، العرس التونسي، العرس الميكستا جزائري تونسي ولا تونسي مغربي ولا فرنساوي تونسي. أما بصراحة من كل الأعراس يعجبني العرس المغربي. ما شاء الله عليهم، عندهم نظام وعندهم دي ريتويل وعندهم عندهم اسبري ما نلقاش عند الجزائر وعند تونس. عندهم اسبري رويال. والماكلة متاعهم تعشق، ماكلتهم ترو ترو بونز الي بلو فاريي. معناها تدخل العرس المغربي تخرج معناها بالتخمة تخمة الماكلة. وعندهم بوكو جينيروزيتي، عرس معناها كريمة جدا. العرس الجزائري أنا بصراحة je m'excuse auprès de mes frères algériens et mes sœurs algériennes. حسب تجربتي عمري ما حضرت عرس جزائري وما كملش بعركة. ان فيت في الجزائريين ما بيناتهم ما فماش محبة برشا، ما فماش دي غولاسيون افكتيوز. دي معناها سون ان بو ان سون سون كو ميم امبولسيف، معناها على حكاية فارغة تتخلق عركة بين النساء وحتى الرجال. دونك حتى عركة بين الرجال ورجال وبين رجال ونساء. دونك العرس الجزائري تخي تخي فراجيل، ديما يوفى معناه بالمشاكل. العرس التونسي شنو نقول لك، انتر لي دو. معناه هي العرس التونسي مش منظم بصراحة، ناقصين نظام وما في ماش دي ريتويل. لي ريتويل باغ اكزومبل في المغرب، فما العمارية، فما المومون وفما الحنة والبنات تحني. معناها في السهرية متاع العرس فما دي فمون دي مومون كي بونكتو معناها هي السهرية. وفي تونس بصراحة ساعات الاستدعاءات يعملوا العار، يقول لك استدعاء الساعة 7 العشاء، والساعة والحفلة تبدأ الساعة 9. معناها تحبوا الناس يجيوكم في الساعة 7 باش يتعشاو. يا أخي الناس ناقصين عشاوات، هما ناس ناقصين معناها حشمة بو لي زانفيتي. دونك الناس ما تجيكمش السبعة، تجيكم التسعة خاطر يحشموا باش يتعشاو هكاك. دونك فات ناقصين بصراحة. أنا نخرج من العرس التونسي نخرج ديما جيعانة، ما فماش ماكلة، ما فماش حاجة. ألو، عسلامتكم مرة أخرى. صراحة واحد المقارنة اللي أنا عجبتني وقلت اللهم نقولها لكم. عشان نقول لكم كارثة، والله إلا كارثة كارثة. زعما فاش تشوف بحال هكا، يعني هذا الشيء تيعبر بالضبط على العقلية ديال كل شعب. بحال بالنسبة للتوانسة عندهم شوية ديال البخل، تيحاولوا ما أمكن أنهم يقتصدوا باش ما يجيوش الناس ياكلوا وكذا واسمو، لأنه بحال تيحرجوك تيقول لك ودي الماكلة مع السبعة والحفلة غادي تبدا مع تسعود. يعني الأغلبية تيجي مع التسعود لأن تيحشمو أصاحبي باش يجيو مع السبعة. إلا جاو مع السبعة يعني بغا ياكلو، فهمتي؟ يعني جايباهم الماكلة، هما الناس مكاينش اللي تجيبو الماكلة. بطبيعة الحال الإنسان تدير ليه الحفلة، ومن بعد فاش تحس بأن الناس ضرهم الجوع تقول لهم شوية بشوية دوزو تاكلو، نوضو تاكلو، مرحبا بكم وكذا كذا، وتجيب لهم الماكلة. تدوزو الماكلة مثلا بطبلة بطبلة، ولا تدوزهم، ولا على حسب قاعة الأفراح مثلا تتحط، تيجيو الناس تيشطحو تيفرحو تينشطو. ومن بعد مثلا فاش منتصف الليل تيقرب منتصف الليل تيتحط العشاء، والعشاء تيتحط الكل شي بدقة واحدة يعني في وسط الحفل، ثم تيعاود يكمل الحفل عاوتاني من مورا العشاء شي شويه، يعني الحفل قبل وبعد. المهم وبالنسبه للجزائريين قالك ضروري من مدابزه، قالك في وسط العرس تبدا. يعني الناس ما عندهمش لا حوار لا والو، ما عندهم والو، ما شاء الله. وصف ما شاء الله.
راه كارثه زعما صراحه. فيه هنا تيعبر هذا الشيء على العقليه ديال كل شعب. وتخيل مثلا باش ان عرس جاي الناس باش ينشطوا فيه وفرحوا به وفرحوا به بنتهم ولا ولدهم، وغالبا تيكونوا فيه ناس دي زيترونجي ولا برانيين، اللي كان مثلا واحد الزواج ميكست، فيجيو الناس شويه قلبوا دبزه. قال لك العيالات لا رجال، ممكن يدبزوا العيالات ولا يدبزوا الرجال ولا يدبزوا الجوج. ودي زعما شي كارثه صراحه، كارثه باش يكون في العرس مثلا تنوض دبزه، تعبر على واحد العقليه اللي هي شويه متخلفه. هذا هو الاصل في القضيه، باش يكون التخلف تكون دابزه. الانسان تيحاول يحل المشاكل ديالو والخلافات ديالو بالدابزه، رغم انه المدابزه غالبا ما تيكدش عليها هو، هي تيبي الدابز باش يحاول يحرج الاخر باش ما يدابش، باش يتهرب من المدابزه. ولاني راه غالبا فاش يدوزو فاش يوصلوا للصح، داك اللي هو تيقلب على المدابزه تيولي هو تيبغي يتخلص من المدابزه وما تيلقاش كيفاش، لان بداها اصلها النبي. ثم قال هضرات على العرس المغربي. العرس المغربي بطبيعه الحال حنا كاملين عارفينو الكرم، الناس يطلبوك شي مولين العرس لا ما كليتيش يتقلقوا منك. شتي حنا الا جيتي لشي عرس وما كليتيش يتقلقوا منك الناس ديال العرس، يقول لك اودي فيه شيكي، ولا يقول له اودي ما باش ياكل، علاش كيفاش ما عجبتوش ما كلتنا ما عجبتوش. المهم يتقلقوا منك يعني ممكن يتخاصموا معاك، يمكن يمكن تعرض عليهم حتى وما يجيوش لان ما كلتيش لهم في العرس ديالهم. حنا باش تاكل عند الناس او باش يجي عندك شي واحد وياكل، يعني بحال كتحس بانه راه يعني انت اللي مستافد، ماشي هو اللي كلا اللي مستافد، تقول انت اللي مستافد. لان علاش مستافد؟ بحكم ان حطيتي لواحد الماكله وتعليتي فيه وتبرعتي عليه، فهو يجازيك فقط غير بالماكله غير بالنضيغ، فاش ياكل انت تتنشط. خلاف هما ما عرفتش هذا كيفاش تيبغيوش الناس ياكلوا، ما فهمتش يعني العقليه كتختلف اختلاف جذري. عاد قالت لك بانه راه الحفلات والاعراس المغربيه فيها واحد النوع ديال الروايوتي، المسائل اللي فيها الملكيه، فيها داك الشيء ملكي صراحه. وفعلا انتوما شفتوا شنو هي، 7 اللبسات 8 اللبسات 5 اللبسات 10 اللبسات، يعني العروسه اش دير؟ تلبس جميع الالبسه ديال جميع المناطق، تلقى لبسات اللبسه الشماليه، وفي الشمال كاين 3 لبسات لا معرف، لبسه الفاسيه، وي الفاسيه ثاني غادي تلبس مثلا الخطان بالطرز كذا وبالطرز كذا وبالطرز كذا، ثم اللبسه الرباطيه، ثم اللبسه السلاويه، ثم اللبسه الدكانيه، ثم اللبسه المراكشيه، ثم اللبسه وغاديه السوسيه، ثم اللبسه الزيانيه، ثم اللبسه الريفيه، ثم اللبسه الصحراويه، ثم اللبسه وغاديه. كتدخل كل وحده عندها الطقوس ديالها، وعندها داك المغني تيقول لهم باش بغيتي تدخلوا، تيقولوا ليه بغينا ندخلوا باللبسه الفلان فلانيه، تيوجد لهم الديسك الفلان فلاني. يعني داكشي ما يمكنش لكم تديروا شي حاجه في شكل شي حاجه رويال. وعاد زيد العماريه، وكل مره يعني هذوك المساكن اللي تيجيبوا العماريه وهذوك الشجوق وهذاكشي تيحللوا فلوسهم، واخا تيتخلصوا مزيان صراحه تيتخلصوا. راه كاين بعض المرات الجوق اللي تيجي ب 15000 درهم 20000 درهم 7000 درهم على حسب الجوق، 10000 درهم 20000 درهم 15000 درهم على حسب الطقوس اللي انت طلبتي منه انه يدير. حتى هو معاه وتيقول لك هاد الطقوس اللي غندير لك وهاد الطقوس اللي غندير لك، وتيدوز داك الشيء مفرقع الصراحه. اشي الاعراس المغربيه ما نقول لكم باش تدوز مفرقع، داك الشيء شي حاجه ما نتذكروش. بطبيعه الحال الناس راه عارفين، المغاربه راه عارفين، حنايا تنقولوا دابا في حاله ما كان شي جزائري تيتسنط باش يفهم الفرق الشاسع. وقليل قليل قليل جدا الا ما ندر باش تقدر تكون مثلا مدابزه، ما قدر الا وقع شي سوء تفاهم شي مشكل ولا دخل شي مسخوط مثلا مسكران ولا شي حاجه ممكن. اما في الاغلبيه العظمى ديال 99.99% ما كيكون ما عمر شي سميتو شي. وغالبا فاش تنوض شي مخاصمه ولا شي حاجه تيتدخلوا الناس اللي بخيط بيض، الناس بطبيعة الحال اللي أهل الخير، ماشي بحال أصحابنا عندهم هما أهل الشر كتار. فعاد زيد عاوتاني الماكلة، الماكلة مايمكنش تقول لي أنا شي مغربي يجي، والناس ما معروضين كاع، والناس ما معروضينش وتيجيو ياكلوا، فهمتيني؟ لدرجة أنه كاينين شي وحدين في المغرب اللي سبيسياليست في الأعراس، سبيسياليست يمشيو ياكلوا في الأعراس. هاد القضية هادي راه كاينة في المغرب، تيبان ليه شي عرس تيمشي تيدخل تيجلس تياكل،
تيعرقها مع راساته بحال المعروضين، وينوض يشطح مع راسه وينشط ويمشي في حالات الله يعاون. ودابا المشكل هو انه بعض المرات اهل العرس تيعيقوا به، تيعيقوا به بانه راه ماشي براني على العرس وهذاك الشيء، وتيميك وتيديروا بحال ما عاقوش به. علاش؟ لانه عرفتي انه انسان جا ما جاش مثلا يدير المشاكل ولا شي حاجه، اجا الانسان باغي ياكل ويشرب خليه الله يسهل عليه، لان الحمد لله الخير موجود، الخير موجود. راه عرفتي دابا الانسان فاش يعرض على 100 واحد راه تيدير بحساب 150 ولا 200 واحد دائما، وعاد زيد هذوك ال 200 غياكلوا حتى يشط لهم، بمعنى انه راه ممكن ياكلوا فيه تم 200 والصرف. لهذا الا جا واحد لا جوج مثلا داروا ديك اللعبه ديال نحن هنا، تيقولوا ديروا ديك اللعبه هما اللي العرس، حنا نحن هنا. مرحبا، يلا شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.